اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في الـ Anagram Language Model. احنا خلصنا سابقاً الـ Introduction، والـ Introduction كان فيها عدة مواضيع اللي هي الـ Regular Expression والـ Text Normalization، وانتهينا بالـ Edit Distance. الآن بدنا نبدأ في الباب الثاني أو الشابتر الثالث المتعلق بـ Language Models. طيب الآن أنا بدي إياك تقرأ لي هذا التكست. تفي عندك هنا كوت: You are uniformly charming, cried he, comma, passive يعني, with a smile of associating and now and then I bowed and they perceived a chase and for to wish for. ايش رأيك في هذا النقص؟ محبط. انت شايف انه هو شعر، فبالتالي طبيعي انه انت ما تفهموش، او مش ما تفهموش، في عندك بعض التركيب الغريبة والمفردات الغريبة. المفاجأة في الموضوع انه هذا التكست هو عبارة عن random sentence generated من جان أوستن تريغرام موديل. فاين، يعني هذا كمبيوتر جنريتد سنتنس. هو بالضبط بيعتمد على اللانجويج موديل، فعليا بيعتمد على اللانجويج موديل اللي موجود انت عندك في الكيورد. فبالتالي انه الفكره في الموضوع في اللانجويج موديل انه انت بناء على البروبابيليتي تبعت كلمه معينه، تمام، بدك تجيب النكست وورد انه هنا يو انه موست بروبابلي او موست لايكلي انه يجي وراها ار زي هيك. طيب انه given you are ايش ممكن يجي وراها؟ انه هنا زي هيك صفة adjective. فعدا عن ذلك انت بتدخل الكوتيشن برضو بتدخل في الجينيريشن، كذلك البنكشويشنز كذلك انه هي بتدخل في الجينيريشن، تمام. طبعا هنفسر شو معنى تريغرام موديل. طبعا البريدكشن يعني خصوصا في الفيوتشرز هو في حد ذاته صعب، لكن بيعتمد على 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 الجملة. فعلى سبيل المثال خذ لي هذه الجملة: Please turn your homework. هنا عندك نقط، ايش ممكن يكون وراها؟ كيف؟ صحيح. زميلك بحكي turn in، و turn ايش بيجي معها كمان؟ turn off، وايش كمان؟ over. بالضبط. فبالتالي الـ prediction بدك تاخده بعين الاعتبار بالسياق، يعني مش انه الكلمة هذه انه homework انه انت الحدث الاول عندك انه tomorrow، فبالتالي انه homework انه بيجي وراها tomorrow. لا، انت في عندك هنا هاي نوت واحدة تنتين، تمام، عندك الكلمة هذه لا حسب السياق انه بيكون في وراها انه احتمال انه تكون in او over او اي شغلة تانية، تمام. فبالتالي احتمال كلمات معينة اكتر بكثير من احتمال كلمات تانية، زي مثلا ريفريجيريتور. شو احتمال انه تكون النكست وورد ريفريجيريتور؟ ثلاجة. تكاد تكون زيرو، تمام. لكن هنا ان او اوفر احتمال اعلى. بالضبط، تمام.
طيب شوف لي هذول الكلمات. All of sudden, all of a sudden, I notice three guys standing on the sidewalk. فجأة لاحظت ثلاث شباب واقفين على جانب الطريق. Sidewalk اللي هو الرصيف اللي بنمشي عليه بالضبط الرصيف. هجيت هذول نفسهم هم الكلمات ولكن هنا الاوردر بيختلف. شوف قديش الاوردر بيصعب عليك البريدكشن. تمام؟ يعني هذه انه انت ممكن تعمل بريدكشن لاي كلمه. يعني هنا ستاندينج اون طبيعي جدا انه يكون انت عندك سايد ووك انه البروبابيليتي تبعتها عاليه. لكن في المقابل one guys all I of notice sidewalk three a sudden standing there. انت غيرت الاوردر فبالتالي انت خربت السياق فبالتالي البريدكشن صار شبه مستحيل. تمام؟ طبعا احنا ليش بنستخدم هاي الشغلات؟ احنا بنحتاجها للسبيش ريكوجنيشن والسبيل كوركشن ولا جراماتيكال ايرور كوركشن. هذا كلام حنشوفه في السلايد. تمام؟ يعني في اللانجوج موديل الحقيقة الهدف انه احنا بدنا نعطي probability لسنتنس معينة. شو احتمال انه تكون هاي السنتنس انا عندي موجودة او انه شو احتمال انه السنتنس هذه انه تكون هي النكست. فنحتاج ان انا احسب probability. ليش؟ طبعا التطبيق هدف الماشين ترانسليشن. لاحظ انه احنا الشغلات هذه احنا بنبني عليها لتطبيقات في الان ال بي اللي احنا شرحناها في الانترودكشن. ليش؟ انا اتخيل انه انت عندك البوسيبل ترانسليشن طلع لك تو بوسيبل ترانسليشن. انه انت عندك مثلا جمله بالفرنسيه تمام وعندك هنا هاي وينت تو نايت ولارج وينت tonight. هدول two translation possible translation انه من الجملة الفرنسية. كيف بدك تحدد انه انا ولا بدي اختار هاي الجملة ولا هاي الجملة؟ فبدي اروح احسب probability انه لما يكون في عندي high wind كسياق انه بتيجي موجود انا عندي في نص في في في, في الكوربوس اكتر بكتير من probability تبعت large wind. فيش حاجة اسمها رياح كبيرة لكن رياح قوية بالضبط انه هاي وينتس بتكون بالطريقة هذه. اللي انا بقصده بهذا الكلام انه انت لما تيجي تحسب probability بده يكون في عندك هنا كوربوس. واحنا اتفقنا انه مصطلح كوربوس هو عبارة عن جسد اللغة بيمثل لك اللغة. تمام؟ وبناء على الترجمة انت بتروح بتاخد هذه الكوربوس اللي هو الجسد اللي بيمثل اللغة وبدك تشوف ايش البروبابيليتي. هاي تحسبها وهاي تحسبها مين الاعلى بروح باتجاه. هذا في الماشين ترانسليشن عشان تقرر انه هذه الترجمة افضل من هذه. وين كذلك في السبيل كوركشن. احنا شفنا المرة الماضية انه في من edit distance انت بتقدر تجيب له suggestions صحيح وتقول انه اللي بتشبهها اكتر اشي بتروح انه هي بترتبها في الاول. بس هل هذا بيكفي ولا ناخد السياق في عين الاعتبار؟ الافضل انه احنا ناخد السياق في عين الاعتبار. فهنا لو كانت في عندك جملة انه the office is about 15 minutes from my house انه انت عندك spell error. هذه فيها سبيل ايرور. تمام؟ بدك تشوف البروبابيليتي انه انت عندك هذا الاحتمال وهذا الاحتمال. هنا بس الاختلاف انه انت عندك ترتيب الاحرف اليو والتي والاي وهنا اليو والاي والتي انه ترتيبها معكوس. فبالتالي البروبابيليتي تبعت المينتس انه given this context اكبر بكتير من البروبابيليتي تبعت المينتس انه تكون في هذا السياق. فبالتالي في السبيل كوركشن بيؤدي انه في الترتيب ناخذ بعين الاعتبار السياق. كيف بدك تجيب السياق؟ باستخدام اللانجويج موديل. تمام؟ نموذج اللغه. يعني
هو مش للماتش statistical هو statistical model هو statistical model ممكن تستخدمه في البريدكشن وانت تعمل بريدكت للنيكست وورد. فلقيت الفكره في الموضوع انه انت بدك تبني لانجويج موديل. بعد ما تبني ممكن تستخدمه في عده شغلات. ممكن تستخدمه في التكست جينيريشن انه انا بدي لك كلمه بس هي السيد بنسميها هذه السيد تمام. اديتك ذا كمل انت لحالك. فبالتالي بتروح تحسب انه ايش البروبابيليتي تبعت الوورد واحد جيفن ذا البروبابيليتي تبعت وورد 2 جيفن ذا 3 4 5 وبتشوف مين البوست بروبابل. طب كيف لا 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 بروبابيليتي ستاتستيكا تمام. بعديها هنا اكتشفنا انه على سبيل المثال انه بوك هي الموست بروبابل بعد ذا ذا بوك برضو بناخدها بعين الاعتبار. طب ذا بوك ايش احتمال انه النكست وورد برضو بدك تشوف انت عندك في الكوربوس ايش التكرارات ايش البروبابيليتيز. ما هي بروبابيليتيز عبارة عن تكرارات بس بتقسم على التوتال بالضبط. فهذه هي التطبيقات تبعتها. ممكن تستخدمها في البريدكشن في التكست جينيريشن. ممكن تستخدمها في المشين ترانسليشن انه انت تساعدك انه ترجح انه ترجم هاي الجملة ولا هاي الجملة. في فرق بين الاوتو كومبليشن الاوتو كومبليت انت عندك في الاي دي اي واللانجويج موديل. حاجات انت عندك في حاجه اسمها هذه الشغلات احنا بندفعش عليها صحيح يعني. فانت اذا بدك تتراجع ممكن تتراجع من الآية. مش راضي يتصل. هذا كله عشان حضرتك طلبت العلامة. ممكن تفتح الباب. انت انت مكيف عندكم شغال؟ لا شغال. انا شوبت لا هو شغال يعني خلي بالك يعني في انت عندك هذه التول اسمها كايت. هي عبارة عن AI auto complete and docs for python. هي عبارة عن a free AI powered auto complete for python developer. هذه بتكون انه بناء على اكواد مسبقة هي معتبرها الكوربوس تبعتها تمام. بتروح بتقول لك انه المبرمجين عادة لما بيجي بكتب الفور انه بيعتبر انه next
داشبورد انت عندك انه زي هيك او فبالتالي بروح بعمل لك اورجي لك انه في الصوره كيف هو عشان في تنتين انه هذه انا مش كيف بالضبط هذا بتنزله مع البي شارب بس انا شخصيا الصراحه ما حبيتوش مش عارف ليش يعني شايف كيف كمل لحاله بالضبط شايف هذا كله عبارة عن اوتو كومبليت لا هذا شايف هذا عندك كتب ثلاث اربع اسطر لحاله لا وضع مختلف عشان هيك انا بقول لك انه هذا مبني انه ماخذ اكواد مبرمجين محترفين طبعا طبيعة الحال وحاسب لانجويج موديل لإلهم وبيستخدمه في البريدكشن بهذا الشكل تمام والله انا جربته ما حبيتوش يعني هو في انت عندك له للبي شارب ولا سبلايم والفي اس كود يعني موجود انت عندك لشغلات كتيرة فهذا بدك تفرق بينه كيف بالضبط انا مثلا بدك تكتب كلاس كات اول ما تيجي تكتب كلاس كات بناء على كلاسات يعني شو اسمه بروح بجيب لك اياه اوتو يعني زي تمبليت بالضبط فهذا بدك تفرق بينه وبين الاوتو كومبليت الاوتو كومبليت انا عندي تكست اديتور هذا العادي تمام يعني جود مورنينج شايف انه هاي جود دوك تمام اجيت جود انه ممكن يكون انه عمل بريدكشن لجود فهذه يعني كيف انا في ما بتحب كثير الاحجار بيطلع عليك استخدامها اكثر هذه انه مكرره مرتين هذه انه مكرره واحده يعني بتحب كثير بده شويه وقت عشان يستوعب الخلايا بالضبط فهذا النظام شغال انه اوتو كومبليت انه بس بيكمل لك جمله واحده عفوا كلمه واحده تمام وهذا نفس الكلام في الاي دي في البي شارب لكن انت بدك تعمل اوتو كومبليت لبلوك اوف كود بتكون بناء على كيف سينثيسايزر هذا مش اوتو كومبليت في حاله الاكسل ايش في فهمت عليك فهمت عليك لا لا هذه بتكون بري ديفايند ليست يعني انت هنا بتعمل ساتردي ساتردي هذه انه بري ديفايند ليست موجوده عندك تدخل عندك هنا جوا في الاعدادات وبرضه ممكن تضيف لستة خاصه فيك انت يعني انه تنضاف بس مش عارف وين ممكن انه انت تطولها لانجويج سيتنجز هذا نظام ليست هذا نظام ليست انه بشوف انه ماتش انه في واحده من الليست فبروح بيكمل لك انه بقيه الليست انه زي هذا ما مرش علي في الاكسل بس اذا انت بتقول زي هيك ممكن ان يكون انه فعلا انه ببني لانجويج موديل الاول ياخذ قبل ما تكتب انت اما الاسم الثاني لا
هو بحكي زي هيك. أنا عمريش ما جربتها. هو بحكي إنه زي هيك. بقول إذا كان فعلا زي هيك إنه بيكون ببني على اللانجوج موديل. هي مش رولز اعتقد انه هي probabilities انه هو بيشوف بعمل كاونت وبيشوف انه انت بيصير كل الكلمات اللي بتبدا بحرف الجي بيكون انه حاسبها تمام وهي انه انت عندك هذه التكرار تبعها واحد هذه التكرار تبعها اثنين زي هيك فبالتالي انت given انه انت عندك محمود يوسف انه كباتر انه هو لانجويج موديل لو بحكي احمد يوسف محمود يوسف حسن يوسف وقيت انت لو دخلت اي بروبر نيم فعلى طول حي يدي لك انه سجيشن ليوسف انا مرش مرت علي في الاكسل لكن اذا انت بتحكي هذا كلام مزبوط طبقتها كان معنا فيه موجود في الاكسل طبقته هم موجود في الاكسل هذا الاكسل انا كنت موفق فيه لكن طريقة العمل انه هو كتابة جديدة وطلع منها هو وطبقها على بعد ممكن اذا بيشتغل النظام انه هو باترن انه انت عندك proper name زي هيك انه اي proper name اكيد حيجي اللي وراه يوسف زي هيك تمام يبقى في spell correction يعني لو استدرجتك في الامتحان انه السبيل كوركشن انه بنستخدم يعني ممكن نستخدم اللانجوج موديل ممكن يعني هاي انه الديكشنري انت عشان تحدد انه الكلمه هذه موجوده في الديكشنري او لا فبالتالي بروح بعلم لك عليها بالضبط انت عندك التكست اديتور هنا ففي عندك يعني أساليب في التعليم يعني مثلا the cat فأنت عندك الخط زي هيك هذا أحمر بالضبط وهنا ممكن تقول the cat هيك مظبوط كشي في هذا المستوى الأوفيس فيه موجود هاي الشغلة أنه لازم يكون في عندك agreement بين الـ verb to be والـ noun فبالتالي أنه بحط لك أنه تحتيها أنه هذه إنه هذه موجودة في الديكشنري فيش فيها مشكلة grammarly نعم تمام فبالتالي السبيل ايرور هنا انه انت بدك تجيب ترتيب الكلمات باستخدام من ايديت ديستانس ولكن برضو ممكن انه انت تعدل الترتيب او تعدل الترتيب بناء على الكونتكست باستخدام اللانجويج موديل واختصارا دائما نحكي له الام كذلك في السبيش ريكوجنيشن لانه انت عندك السبيش هو بتعامل مع اصوات مع فونز مع فونيمز فنيمز مع مقاطع صوتية ممكن تيجي تحكي انه هذه تسمعها نفس الصوت تيجي تقول I saw a van نفس الصوت ممكن تسمعه I saw of an هذا الكلام انت بتواجهه لما تيجي تركب سيارة اكيد بطبيعة الحال تمام تيجي بتحكي شغلة والسواق بروح بسمعها شغلة تانية فبالتالي هذه كلمات كلها كوركت موجودة في الدكشنري لكن شو الاحتمال تبعها انه تيجي ورا بعض زي هيك حسب السياق فبالتالي البروبابيليتي تبعت هاي اكتر من البروبابيليتي تبعت هاي فعشان هيك انه اللانجوج موديل كتير ضروري انا عندي
كذلك بدخل في موضوع السمرايزيشن والكويستشن انسرينج، انه بدنا نحسب البروبابيليتي الخ كاب، يعني داخل في شغلات كثيره انه انت تستخدم اللانجويج موديل، بما في ذلك الكيبورد اللي انت موجوده عندك في الجوال، انه هي اصلا معتمده على لانجويج موديل عشان تعمل لك بريدكشن للنيكست وورد. يبقى الهدف انه احنا بدنا نعمل كومبوت للبروبابيليتي لا سنتنس او سيكونس اوف ووردز، تمام؟ فبالتالي انا عندي W كابيتال، هذه عبارة عن سيكونس اوف ووردز W 1 2 3 4 5 لغاية الان، هذا سيكونس، تمام؟ فبالتالي انه بدنا نعمل بريدكشن للنيكست وورد، للابكومينج وورد، انه بدنا نعمل شو البروبابيليتي انه تكون انه الوورد 5 given that انه السيكونس عندي وورد 1 2 3 4 بهذا الشكل. كيف؟ كيف؟ مجموعهم الأربعة؟ لا، هذه البروبابيليتي جوينت بروبابيليتي، لسه حنشوف كيف بدنا نفرطها، بس احنا بنحكي انه هذا عبارة عن سيكونس، تمام؟ فبالتالي انه هنا بدك تعمل بريدكشن للنيكست وورد، هيكون الفورميليشن عندك شو البروبابيليتي، يعني هنا الكونديشن، هذه كونديشنال بروبابيليتي، يعني لما اجي اقول لك بروبابيليتي اوف اي جيفن بي، شو معنات هذا الكلام؟ اذا علمت انه بي صارت، شو احتمال انه اي؟ اذا كانت السماء غائمة، شو احتمال انه هي تمطر؟ احتمال تمطر واحتمال لا. في فرق بين انه انا اقول انه شو احتمال انه الدنيا تمطر وانا ما عنديش معلومة عن شو حالة السماء، في سحب او لا، ولا انه يكون في عندي كمان معلومة اضافية، انه انا في عندي معلومة انه السحب، وانه انا بدي احسب هذه conditional probability، انه بالضبط شرطية. فبالتالي اذا انت عرفت انه والله السيكونس الحاصل من W1 لW4، شو احتمال وورد 5؟ زي هيك. طيب حقيقة البي دبليو هاي اللي هي هاي او هاي الكونديشن بروبابيليتي، هي في حد ذاتها بنسميها لانجويج موديل. يبقى انت لما اقول لك لانجويج موديل، صرت انه انت كفورميا صرت متخيل ايش معناته، انه هو عباره عن كونديشنال بروبابيليتي، شو البروبابيليتي تبعت هذه الوورد جيفن ذات انه هذا سيكونس. لاحظ انه الجنرال فورميليشن انا عندي هنا بروبابيليتي للوورد ان جيفن ذات 1 2 الى ان ماينس 1، تعال طبقها هنا، عندك 5 1 2 3 4، فبالتالي السيكونس حيكون انه ميكس بورد ماينس 1 زي هيك. لكن الافضل انه احنا نسميها هذه جرامر، لانه فعليا انه هي عباره عن الجرامر تبعت اللغه، اللانجويج موديل بتمثل الجرامر تبعت اللغه، يعني بمعنى انه شو احتمال انه اقول انه ذهب الولد الى المدرسة، هذه انه جراماتيكالي كوريكت، الاحتمال تبعها عالي. لكن تخيل انه انا حطيت جملة زي مثلا لا انه لا الورد اوردر ما تلعبش فيه، يعني بس انه لا انا بحكي لك انه ذهب قرأ الولد الى المدرسة، تو فيربس، انه انا بحكي لك ايش يعني الجرامر. جرامر يعني في فعل يبقى في فاعل،
في مفعول به، في مبتدا، في خبر زي هيك. فبالتالي لما انت تيجي تحط تو فيربس في الجمله، لا هذه جراماتيكالي نوت كوريكت، انه على الاطلاق انه ذهب قرا الولد الى المدرسه مستحيل. انه صحيح حسب الكورباس اللي اخذ مني، لو الكورباس مثلا راب او حاجه ما مش مفهوم، هو بيجيب لك كلمه زكاكه او شاذ او بنات. والله انت بدك تبني لانجويج موديل على الكورباس يكون معروف، يعني مثلا في شيء مثلا لو لهجه مثلا عاميه، بقول لك انا بدك تبني نموذج للغه العربيه. فبالتالي اختيار الكوربس مش بدك تيجي تختار اي كوربس تبعت التكست او يعني مسجز او تشاتس او شغله زي هيك، بدك تختار كوربس يعني انت عندك ناشونال بريتش كوربس، يعني كوربس وطنيه لبريطانيا، يعني يعني الانجليزي الانجليزي الاصيل الجح اللي بدك اياه، انه يعني هذه اللغويين انه بيعتمدوا عليها. تمام، هلقيت انا بدي اجي بدي ابني لانجويج موديل في العربيه، في عندنا كوربس معتمده ستاندرد منقحه فش فيها اخطاء نحويه، فش فيها كذا، بدي اروح ممكن اروح شويه على الويكيبيديا، اروح اجمع اخبار، اقول الاخبار في البي بي سي في مدققين مع انه في عندهم اخطاء املائيه، ان انا ابني لانجويج موديل فيها. بس هي انت بدك تضلك في دومين الاخبار؟ لا، بدك انه اشي بالضبط. فبالتالي اللانجويج موديل انه يعني بدك تختار الكوربس بعناية عشان تقول انه بتمثل الجرامر تبعت اللغة. بالنسبة للهجات العامية يعني اشي عام لهجات، بدك جرامر، بدك كوربس ستاندرد منقحة فيش فيها اخطاء نحوية، فيش فيها اخطاء املائية. تمام، هل هذا الكلام يمنع ان انت تبني لانجويج موديل دايالكت؟ ما فيش مانع، ممكن تستخدمها انه تكتب شو وعلى طول يعمل لك بريدكشن لبدك. بالضبط، يعني انت وقت بالضبط تكتب، حتى مش حتى للهجات الفلسطينيه، انت عندك الكيبورد تبع جوجل تكتب شو على طول بيجيب لك بدك وراها. طيب هرجيت التسميه الشائعه لانجويج موديل ولا جرامر، هو بقول لك الافضل ان احنا بنسميها جرامر. تمام، ولكن الشائع استخدام يعني تسميه لانجويج موديل، وهذا موضوع مثير للجدل على فكره، انه انت اذا خضت في مجال الان ال بي تيجي والله انه احنا والله في عندنا حاجه اسمها سنتمنت اناليسس، تحليل المشاعر. تمام، زي ما انت تيجي انه انت تحكي انه تحليل المشاعر، انه انت بدك يعني انه تحلل المشاعر، يعني المشاعر المعروف، لكن تيجي تطلع على التاسك اللي انا بي هي عباره عن تصنيف التكست لبوزيتيف ونيجاتيف. تمام، فهي السنتمنت والايموشن مرادفات، لكن اللي صار شائع في التسميه انه السنتمنت اناليسيس انه زي هيك. كذلك موضوع الاو الاو اي، ايش هذا؟ opinion، لا مش او اي عفوا او ام opinion mining. ايش الopinion mining؟ هذا اسم متعرف عليه انه لتصنيف التكست لبوزيتيف ونيجاتيف ونيوترال او سبجكتيف واوبجكتيف اذا بدك يعني، لكن انت تيجي تطلع فيه انه opinion mining هو استنباط الاراء، يعني شغلة يعني انه التسمية مش راكبة كتير على التاسك، لانه استنباط الاراء يعني على سبيل المثال انه انه انا بدي اسافر، ايش رأيك اسافر ولا ما اسافر؟ ايش بسألك عن رأيك في مسألة، فهمت علي كيف؟ او مثلا انه احنا بدنا نشوف شو رأي الاتحاد الاوروبي في موضوع كذا كذا كذا، فبالتالي بدنا نطلع بخلاصة انه extraction انه والله الرأي انه هم مع او ضد مثلا انه تفعيل قانون مش عارف ابصر ايش. فبالتالي طلع الموضوع عن labels، انت بتحاول ان انت تستنبط اراء لجهة معينة. بالضبط بالضبط، فبالتالي الopinion mining انه التسميات احنا عنا في الـ NLP مرات ممكن تكون
مش راكبة. فبالتالي هو بيقول لك إنه التسمية الأفضل إنه للانجويج موديل هو عبارة عن جرامر بغض النظر عن شو الكوربوس هذه، حتى لو كانت الكوربوس هذه اللي بنيها من تشات كوربوس برضو إلها جرامر. يعني إحنا في الدايركت برضو في جرامر، بس هل الجرامر هذه فورمال مكتوبة؟ لا، في جرامر موجود. فبالتالي أنت لما تبني لانجويج موديل بتجيب الجرامر تبعتها، تمام؟ فبالتالي هذا يعني هذا هو بعتقد إنه هذه هي الأفضل تسمية، ويعني أنا فعلا إنه بحبذ هذه التسمية، ولكن الاسم الشائع لانجويج موديل. كيف؟ هي grammatically correct. صحيح. ذهب الولد إلى الفضاء. تمام. أو ذهب الولد إلى. صحيح. بالضبط. كمعنى. كسيمانتيك لا. صحيح. لا. هل لم يوجد برضو لا. ماشي. ما هو من خلال إنه أنت probability شو احتمال إنه تكون الجملة هذه grammatically correct؟ بروح بجيب لك إنه low probability من خلال statistics. بقولش الجملة فيها two verbs بتصير لا لا لا. لا. بالضبط. لكن أنت فعليا لو أنت حطيت two verbs في الجملة حيجيب لك إنه probability إنه very low. فبالتالي بتعرف إنه هي grammatically not correct. نعم. هذه شغلة. الشغلة الثانية أنت سؤالك، نرجع لسؤالك إنه موضوع السيمانتيك. طبعا السيمانتيك برضو بيعتمد على على اللغة. يعني أنت ممكن تيجي تقول إنه ذهب ذهب الولد إلى مش عارف أي جملة إنه السيمانتيك تبعها مش ضابط. يعني أكل الولد القط، تمام؟ بالضبط بالضبط. فبالتالي انت بتشوف الفريكوانسي تبع او بالاحرى البروبابيليتي تبعتها، فبالتالي بتقدر تقول انه كسيمانتيك انه هذه لا لو بروبابيليتي. لكن ايش الشائع عندنا؟ ذهب الولد الى الحقل، ذهب الولد الى المدرسة، المصنع، المزرعة، تمام؟ اما اكل الولد القط تكاد لا تذكر انت عندك انه كتكرار في الجملة. يعني انا بطلع موضوع المين لكن صحيح نفس السؤال انه انت بتقول انه الجرامر عبارة عن قواعد مكتوبة. لا، هي بالضبط بناء على ميجر معين انه هاي probability likely انه likely تبعت الجملة هذه likely هو تبعت الجملة هذه انه قديش انه احتمالية انه تكون صحيحة اذا كانت عالية او لا. كيف؟ انا ما بقول ده او سي شارب او اي حاجة يجيب لي الشغلات اللي انا بحث عنها. يجيب لي شيء لو واحد تاني كده بسي شارب يجيب لي شيء يجيب لي الاشياء اللي كان ببحث عنها او اهتمامات. لا لا لا، هو سؤال مختلف. انت بتحكي في نقطة مختلفة. اللي انت بتحكي فيه انه جوجل بتتعامل معاك انه انت حسب بروفايلك بالضبط. انت فعامل لك بروفايل ايش الشغلات اللي انت بتبحث فيها، ايش الارتكلز اللي انت بتقرأها، فبالتالي بعمل لك بريدكشن بناء على بالضبط هاي الاشياء. هلقيت هذا في جدل في الموضوع هذا. ليش؟ لانه انت تخيل حالك انه جوجل هي عبارة عن امين مكتبة، تمام؟ فبالتالي انه انت رحت على المكتبة، تخيل انه انت رحت سألت المكتبة قلت له بدي لو سمحت كتاب عن تاريخ الدولة العباسية، فراح قال له خد هاي تفضل، تمام؟ وجيت انا حسب البروفايل تبعي وجيت حكيت له لو سمحت بدي كتاب عن تاريخ الدولة العباسية، فراح جاب لي كتاب تاني مختلف عن الكتاب تبعك، او راح قال لي انه ما فيش، فبالتالي بطل امين مكتبة زي كأنه حجب معلومات. يعني هذه من الانتقادات اللي موجودة لجوجل انه انت يعني بدينك بروفايل هو
بقول لك انه بخصص لك انه حسب ما انت بدك تمام. لكن وهذا البارادوكس او هذه المفارقة ظهرت انه في 2011. يعني احنا كنا عندنا في المنطقة لما احنا ندور مثلا على الربيع العربي او الثورات او لما ادخل مصر بروح بجيب لي انه اول النتائج انه احتجاجات مش عارف ايش. لكن لو انا كنت في اوكرانيا ودخلت مصر بروح بجيب لي شرم الشيخ شغلات ورحلات. بس ممكن احتجاجات تيجي بصفحات تانيه او فيها بس حجب عني. يعني انا في اوكرانيا مش داري ايش اللي بيصير في مصر. شايف المصيبه وين؟ صحيح معروف. فبالتالي هو امين مكتبه مش امين. طيب ناخذ مثال البروبابيليتي تبعت هاي الجمله. هذه عباره عن سيكونس زي ما كنا نحكي W1 W2 W3 الى اخره. Its water is so transparent that its water المية تبعته is so transparent that اكيد فينا اداة ربط في ما بعده انه المية تبعته شفافة. ايش هو مش عارف نسأليش ايش هو تمام. فبالتالي البديهة بتقول انه بدنا نستخدم chain rule تبعت probability. والchain rule اكيد انت بتعرفها او مرت عليك في مرحلة ما انه انت عندك probability تبعت A B given A هي عبارة عن probability تبعت A و B سوا تمام على probability تبعت الA. شو احتمال انه الدنيا تمطر اذا كانت غائمة؟ بدي اجي اشوف احتمال الدنيا تمطر والدنيا غائمة التنين سوا انه حدثوا قديش حدثت من المرات تمام على احتمال المطر. انه انا بدي اجي انا عندي 365 يوم في السنة كم يوم مطرت؟ هذه البروبابيليتي تبعت الاي تبعت المطر تمام. وهنا احتمال انه مطر مع غين بالضبط زي هيك. عقيت هذا لو عملنا له ري رايت انه البروبابيليتي تبعت الاي بي هي عبارة عن البروبابيليتي تبعت الاي مضروبة في البروبابيليتي تبعت البي given A تمام. طيب لو كان في عندي اربعة variables شو بدي اسوي؟ احنا اثنين هدوبنا بمشين حالة جايب لي اربعة بدك تجيب لي probability تبعت الA لحال بعديها تضربها في probability B given A بعديها C given انه A و B صارت سوا بعديها دي انه صارت ال A وال B وال C مع بعض given that بالضبط. فبالتالي ال chain rule انه انت عندك ال probability هذه من X1 ل XN هي عبارة عن probability تبعت ال X1 X2 given X1 X3 given X1 و2 نقط 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 لغاية لما تصل ال XN given X1 لغاية ال N-1. شايف هذه مرت علينا قبل شوية ولا لا؟ هاي بالضبط البروبابيليتي تبعت وورد 5 وكتبناها بصيغة عامة زي هيك زي هيك. اكيد يعني انت عارف زي. شايفين؟ رقم يعني انه كويس انه مركبينه على اليو بي اس تمام. طيب التشين رول بدنا نطبقها بدنا نستخدمها عشان نحسب الجوينت بروبابيليتي للكلمات في الجمله. فبالتالي انا بقدر اقول انه بروبابيليتي تبعت وورد 1 وورد 2 لغايه الوورد ان هذا عباره عن سيكونس تمام. هي عبارة عن حاصل ضرب. هذا عبارة عن حاصل ضرب اللي هي الورد اي given that الورد واحد لغاية الورد اي ماينس واحد
فبالتالي هذه انت لو فرضتها ايش بتصير؟ W2 given W1 W3 given W1 W2. لاحظ هنا N minus 1 يو 3 minus 1 and so on. طبعا هذا كلام انت بتطبقه. خليني اكتب لك كمان واحدة W4 given that W1 2 W3 W4. طبعا هذا الكلام كله حاصل ضرب. هذول التيرمز كلهم تضربهم في بعض. كيف؟ صحيح مزبوط مزبوط. ما فيش أربعة لغاية ثلاثة. تمام هذا كلام مش موجود لغاية ثلاثة. إيش يا أستاذ؟ تمام. أنا سهيت شوية وكويس إنه أنتم صحيحين معي. أنت حتقول لي أجيب بدك على ما بدك بونص. كل شيء أنت عندكم مدفوع. كيف؟ طيب نطبق هذا الكلام على هاي الجملة. احنا حكينا انه هذا السيكونس انه قلنا حاصل ضرب الورد اي given that الورد واحد اثنين لغاية الاي ماينس واحد. نطبقه على هذا الكلام. ايش بيساوي؟ بيساوي انه البروبابيليتي تبعت الورد اتس لوحدها ضرب البروبابيليتي تبعت الووتر given that انه الكلمة اللي قبلها اتس ضرب البروبابيليتي تبعت الاس given that انه انا عندي الكلمتين هدول قبليهم ضرب هنا so ثلاث كلمات قبليها وهنا transparent قبليها اربع كلمات. فبالتالي بتقدر انه انت تطلع شو البروبابيليتي تبعت هاي الجملة. هجيت البروبابيليتي تبعت هاي الجملة طلعت هاي معنى ذلك انه هي grammatically correct. طلعت very low معنى ذلك ان الجملة هذه عبارة عن خزعبلات يعني مش موجودة في اللغة. ايش؟ بتختلف حسب حجم الكوربس لانه هي انه فيها normalization يعني. طيب هل ممكن انه احنا نعمل count ونقسم؟ يعني بمعنى اخر ان probability تبعت the that the given انه this sequence هي probability تبعت هذا السيكونس كله على البروبابيليتي تبعت هذه الكلمة بدون الذا. هذه كل الجملة مع الذا وهذه كل الجملة بدون الذا. هل احنا بنقدر نسوي شغلة زي هيك؟ ليش؟ لأنه أنا في عندي two possible sentences. لازم أنت تأخذ الconditional probability زي ما شفنا في السلايد السابقة. تمام. ولكن الإشكالية فيش عندك enough data عشان تقدر تشوف هاي انه انت عندك هذا السياق كله. انت ممكن يكون عندك بيانات انه تلاقي فيها frequency تبعت هذا الكونتكست تبعت هذا الكونتكست. اما هذا الكونتكست الطويل لا بتقلل probability. تمام. بمعنى اخر انه ممكن يكون انت عندك البروبابيليتي تبعت الذا قديش ممكن يكون احتمالها في الكوربوس الذا لوحدة كتير. خلينا نقول لنفترض جدلا انه هي 0.7. طيب شو احتمال انه تكون الذا كات؟ هنا طبعا في سبيس بس ما ضبطتش معي في الكتابة يعني واحد اقل. هتكون اقل. انت في عندك ذا كتير
the door, the cat, the proposal. لكن الكات هنا فبالتالي انه هي اكيد طبيعة الحال انه اقل ممكن نقول 0.3 اشي طبيعي زي هيك. لكن لو قلت لك بالضبط كل ما بطول السيكونس هنا the cat set على سبيل المثال set هذا السيكونس قديش البروبابيليتي تبعته ممكن يكون 0.0001. انا بدي لك كونسبت انه كل ما تقول السيكونس بتقل البروبابيليتي. مثلا 40 حرف بياخذ كل يمن كل الحس هذه في الحساب 40 مثلا في الحساب في الحساب البروبابيليتي ولكن ما تعرف قديش حيطلع ضئيل جدا احتمال ضئيل جدا. فبالتالي هاي النقطه اللي بقولها انه انت بدك تعتمد على الكاونت تاخذ هاي بدون كونديشنال بروبابيليتي انا بحكي لك تمام حتلاقي انه الاحتمال نادر جدا فبالتالي بينفعش بدك تاخذ كونديشنال بروبابيليتي زي ما شفنا في السلايد السابقه. واضح ليش الكاونت واخد بالك واضح ليش الكاونت انه احنا ما نقدرش نستخدمه في اللانجوج موديل لو سالتك في الامتحان يعني. فانت الان خلاص يعني يفترض ان انت تلقطها كل ما اقول لك واخد بالك يعني مسجل. طيب حقيقة في عندي اشكالية ان انا احسب فعليا هذه في فيها اشكاليه ان نحسب كل الكونديشنال بروبابيليتي هاي بالضبط. فاجا سيد ماركوف ماركوف ايش ما عليه مثلا ايه مش لازم تنادي بي بدك تعمل فورتج تندنسي ايه بي سي المفروض ما تعتمدش على الايه. حاجات في عندك حاجه اسمها اتش امام هيدن ماركوف موديل واضح من اسمه انه هو روسي هو فعلا روسي. انه انت في عندك ستيتس زي هيك تمام انت بتقول في الحاله تبعتك برمجه انا في الحاله تبعتي بتعامل مع كلمات فهنا ذا هذه ستيت تمام وفي عندي هنا ترانزيشن لستيت ثانيه كات بالضبط. فحكيت هذا الترانزيشن فيه له بروبابيليتي. حكيت التا هذه هل فيها تفرع للكات بس؟ لا بالضبط ستيتس تو ماني ستيتس. وهنا بناء على الكات انه ممكن يكون في براها برضه كمان انه بوسيبل ستيتس كثيره انه زي هيك. فحكيت انه شو احتمال انه يكون الترانزيشن عندي دكات وهنا خلينا نعتبر ست دكات ست هنا في عندك مثلا probability 0.3 هنا مثلا 0.01 فبالتالي بيكون عبارة عن حاصل ضرب هاي طبعا ضرب هاي. هذا الهيدن ماركوف موديل بيشتغل بهذه الطريقة. فبالتالي انه انت لما تنادي A بتنادي B زي ما بيقول انه في البرمجه لكن هنا انا بتعامل مع كلمات. فهذا هو الماركوف موديل. حكيت الماركوف موديل عمل اسامبشن تبسيط الاسامبشن تبعه انه احنا عشان نتخلص من اللونج سيكونس احنا وصلنا لنتيجه انه اللونج سيكونس البروبابيلتي تبعته قليله وبدنا نحسب الكونديشنال بروبابيلتي. بس المشكله انه في الكونديشنال بروبابيلتي انه الكوست تبعتها عاليه. فايش راح عمل سيد ماركوف اسامبشن انه البروبابيلتي تبعت الذا given that انه هذا السيكونس its water is so transparent that تقريبا هي مساويه للبروبابيلتي تبعت الذا given that. يعني لو انت اجيت حسبت هاي
تمام؟ رحت طلع لك 0 0 3 2 1 وهي اجيت حسبتها طلع لك 0 0 3 2 2. فبالتالي يعني تقريبا نفس الاشي. فبالتالي ايش توجع راسك وانه انت تحسب زي هيك؟ حكيت هذا الكلام هل هو صحيح؟ ممكن لا لانه حسب السياق، هناك حسب السياق فانا مش حسب السياق. ولكن it works ولا لا؟ اذا كان الفور باس صح. انت جيت شفت كل الحالات لقيت انه والله في الغالب انه هي مساوية لإلهم، ممكن فور باس تمام وفيش فيه اخطاء وفيش فيه طبعا تمام. فبالتالي هنا طب ماشي انت هيك انه اعتبرتها اكستريم شوية انه انت رحت اخذت بس غيرت كل السيكونس واخدت لك كلمة واحدة واقول لك ماشي تزعلش ناخد كلمتين بالضبط. يعني الـ probability تبعت الـ the given that انه transparent that ها بتصير انه تقريبا بتساويها وادق من هاي تمام. فبالتالي انه هذا الـ probability تبعت الـ the given this sequence انه ممكن يكون انه تاخد بس اخر تنتين. فبالتالي بنصير ناخد اخر تنتين اخر ثلاثة بدل ما ناخد العشرة او العشرين او التسعتاش. فهذا هو الاسامبشن تمام. فبالتالي البروبابيليتي تبعت حدا السيكونس بناء على الماركوف اسامبشن ايش بيقول؟ انه انت عندك البروبابيليتي تبعت هذا الورد سيكونس W1 2 لغاية الورد N هو عبارة عن WI. خلي بالك ما بدناش من الواحد، بدنا من الـ I-K لغاية الـ I-1. يبقى ايش الفرق بين الفورميلا تبعت اللانجويج موديل ب الماركوف اسامبشن وبدون الماركوف اسامبشن؟ انه انت عندك هنا برضو نفس الفكرة، حاصل ضرب البروبابيليتي تبعت الـ I الورد I given that W1 W2 W3 لغاية نقط 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 W I minus 1 هذه I تمام. يبقى هذا بدون الماركوف assumption. هنا الماركوف assumption ايش اختصر لك؟ هذول كلهم البداية راح اختصرهم، ايش بدالك؟ I minus K ببداش من الواحد تمام؟ فبالتالي هذا عبارة عن approximation. مش فاهم علي. ايش يعني فيش عدد كلمات؟ يعني ايش يعني فيش ليميت لعدد الكلمات؟ اه ليه 20 كلمه؟ خذ لي اخر ثلاثه وبجيب لك اياها، بعمل لك بريدكشن. فكر فيها يعني فكر فيها زي هيك. لو انا اخذت انه البروبابيليتي تبعت انه اخذت كل السيكونس ال20 حتلاقيه مساوي تقريبا للبروبابيليتي لاخر ثلاث كلمات انه بالضبط، انه عشان تعمل بريدكشن انه الورد هذه جيفن انه اخر ثلاث كلمات ولا الورد هذه جيفن اخر ال20 كلمه كلهم. بديش اقول لك اخر السيكونس كله 20 كلمه حتلاقيه تقريبا انه مساوي لبعض. فبالتالي ليش بالضبط؟ بعض اللغات زي ما الالماني تيجي فيش مسافات في سبيس بين الورد. انا بشتغل على الورد، كيف بدي افهم الورد كمان شيء اللي بعد الالماني فيش سبيس بين الورد؟ بعض اللغات زي الصين الياباني فيش سبيس بين كل كلمه وكلمه. أكيد إنه ممكن. يعني إحنا ممكن نعمل يعني هذا حل، إنه ممكن أنت تعمل توكنايزيشن زي ما شفنا توكنايزيشن المرة الماضية، إنه نستخدم ديكشنري وبنشوف اللونجست ماتش.
هذا حل. الحل الثاني ممكن نبني لانجويج موديل على الكاركتر ليفل. احنا هذا اللانجويج موديل اللي بنحكي عليه لغايه الان بنحكي على على وورد ليفل. في عندك لانجويج موديل ثاني انه على الكاركتر ليفل. الكي هنا نعم بالضبط. فقلت احنا حنشوف بعد شوية انه بدي ابني حاجة اسمها يونيغرام موديل، فبالتالي انت بتاخد اخر كلمة. في عندك حاجة اسمها بايغرام اخر كلمتين، في عندك تري جرام فور جرام فايف جرام، فبالتالي انت بتحدد انه زي هيك بالضبط الان بتحدد السيكونس اللي انت حتاخده في الكونديشنال بروبابيليتي بالضبط في جزئيه الجيفن دات. فالانجرام موديل انه الان انت بتحددها، الان ممكن يكون 1 2 3 4 5 في لغايه 7 تمام. فبالتالي هذا الكلام انه هذا بدون الماركوف اسامبشن حتلاقي تقريبا مساوي مع الماركوف اسامبشن، فبالتالي لما العذاب. ناخذ ابسط حاله ان احنا بنقول انه والله البروبابيليتي تبعت السيكونس هي مساويه تقريبا للبروبابيليتي تبعت الكلمه. فلو تخيل انه احنا بدنا يعني انه نعمل اوتوماتيكلي جنريت لسنتنسز باستخدام اليونيغرام موديل. ايش اليونيغرام موديل؟ انت بيكون في عندك لستة زي هيك انه وورد بروبابيليتي تمام. هاي ذا قيمة معينة أقل من الواحد طبعا، كلمة إيه اللي هي النكرة بعديها آن، كل واحدة فيه لها probability زي هيك. طبعا أنا بدي أجي أختار أعمل generation زي كأنه أنا بقول لك قل لي كلمة، قول لي كلمة خاطرة في بالك، وده اللي انت ممكن يجي انه اكتر كلمة متداولة عندك تروح تحكي لي اياها بالضبط. ها انت بتقول لي اعطيك هذا مثال ولا انه بدك تخلص من الصحيح؟ بيعجبني اللي بيعبر عن شعوره وبقول انه انا مش قصدي يعني طيب بدي حاجة تانية غير يعطيك العافية. طب بدي حاجة غير يعطيك العافية وبدنا بريك. تقلقش. تمام؟ طيب حكيت لو سألتك بين الثلاثة فريزز هدول نعتبرهم فريزز، يعطيك العافية وبدنا بريك وتقلقش، من الموست بروبابل تقلقش؟ أو ممكن أنت تيجي أنا يمكن أنا بعتبر أنه يعطيك العافية هذه مدولة أكتر يعني ممكن بعرفش يعني إن شاء الله خمسة وجاي انت وين شغال؟ في جامعة فلسطين، كلية فلسطين. هو حسب البيئة يعني ممكن تكون يعني. طيب خليك على شقة يا حسين. حكيت خلينا نعتبر جدلا انه يعطيك العافية هي الموست بروبابل. انا طلبت منك ان انت تألف لي قل لي كلمة زي هيك،
فجيت انت في عندك طريقه في البروبابيليتي انه يكون فيها راندومنس وبتعتمد على الموست بروبابل. يعني لا يعني انه بس انت لو بديتها يعني يعطيك العام في كلمه ختاميه مش التدريب. لو بديت مثلا ان شاء الله نقدر نكمل بعدين نحكي اي حاجه يركب وراه بزبط الوضع ان شاء الله بالغروب. لا 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 احنا بنحكي يونيجرام. يونيجرام خليك ما نحكيش على سيكونس. انا بدي اوصلك لحاله انه هذا عباره عن جنريتد تكست باستخدام اليونيجرام موديل. مش فكرة اليونيجرام انه انت تجيب لي بقول لك الف لي انه انت بدك تعمل جنريشن. بدك تعمل لي جنريشن بناء على ايش؟ اكتر كلمة لها probability. بس هيو يعني مؤلف شغلات يعني صحيح مش راكبة على بعض بس هيو جايب هيو fifth comma and comma of future the and كيف؟ ماشي ماشي. طيب لو القاعدة عندك انه ألف لي كلمة وانت بتاخد دايما الموست بروبابل ايش هتقول لي؟ ذا. ألف لي كمان كلمة ذا. ألف لي كمان كلمة ذا. انت بتعرفش غير الذا فبدك تختار من الموست بروبابل بس براندومنس. هاي بدي اوصل لك اياها. يعني كيف؟ الاوتبوت كلمة واحدة بالضبط. تمام؟ بس الكلمة هاي لو انت بتعتمد على الموست بروبابل بدنا نطلع نفس الكلمة. بدناش هذا الاشي. يعني تخيلها انت زي هيك انه A A A هاي كمان A B B C. اعتبر هدول كروت. كان عندي أربعة كروت A كرتين B كرت C. بقول لك خد اسحب. ايش احتمال يطلع اكتر اشي؟ الـ A. أربعة كروت مقابل ثلاثة مقابل اثنين للـ B مقابل واحد للـ C. فالاحتمال الأكبر انت لما تقول لي اسحب عشوائي فالآن العشوائية دخلت في الموضوع ولكن الـ probability هي اللي حكمت. فبالتالي انت اجيت سحبت أكبر احتمال يطلع معاك الـ A. لكن ممكن يطلع البي؟ ممكن. طيب بعد الاي اسحب لي كمان واحدة. هجد خلي بالك الاي لما تسحبه مش بروح لا بضل. لانه انت بتقول البروبابيليتي تبعت الذا مش معناته انه انت استخدمت عملت لها جنريشن اللي حيقل بفريكوانسي تبعها لا. فبالتالي انه انت سحبت الاي ضايل الاي اربعة كروت. اسحب لي كمان مرة. لا في عشوائية انت مش شايف بالضبط بالضبط. فهمت قصة انه randomness بس داخله probability في الموضوع. فبالتالي هدول الكلمات كلهم most probable بس generated randomly وضحت بالضبط. لكن هنا انه هاي هذه كلمة هذه كلمة هذه كلمة هذه كلمة ليش طلعوا مختلفات؟ الدولار مكرر مكرر الان 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 وين الان كمان مره موجود والاي تمام وضحت كيف ان انت ممكن تستخدم يونيجرام موديل ان انت تعمل جينيريشن. بدي ارجع لك وين على اول المحاضره. ايش قلت لك؟ شايف الجملة هاي؟ تم توليفها باستخدام ايش؟ تريجرام بالضبط. هذا بس انه given that one word بالضبط بالضبط. وضحت كيف كيف طلع عليها الثلاث كلمات
هينا ماشيين بالترتيب، هاي بايا جرام وحنيصل لل 3 جرامز. طيب يبقى هنا انه كونديشن ان بريفيوس وورد، انه انا في عندي يعني هاي probability تبعت الكلمة نفسها، زي ما قلت لك انه A B C يعني A A A B B C C، انه تكرار بالضبط، مش فيش فيها given that. هنا probability of the word of the I بس مش given that. اما البيوغرام بالضبط given that، يبقى هنا I minus 1 بالضبط، اديني كلمة بعمل لك generation بالضبط. افترض انه السيد عندك، هذه احنا بنسميها سيد، السيد عندك سيل، ايش النكست؟ فور. افترض انه قلت لك مجلس تشريع الشعب او التشريع، تمام؟ زي هيك. فبالتالي انه هاي انه يعني انه given انه يعني بناء على السيت تبعتك انه صار في جنريشنال وورد. فبالتالي هنا تعال اطلع على الكلمات انه لا اختلف الوضع على نفس الكوربس، انه اللانجوج موديل هذا مبني على نفس الكوربس، فبالتالي الكلمات هنا اختلفت. تمام؟ وين انت بتطلع؟ بالضبط. This would be بالضبط. في شغلات راكبة على بعض. بالضبط. فبالتالي تقدر تقول إنه generated text أنت عندك تحسب. بالضبط. 55 ين. ين ين. Without permission. بالضبط. 500. وهل عقلية دكتور قيمة ذاتها؟ فكاش الكلمة اللي جاب على هوا الكلمة كيف؟ أول كلمة هذا أول كلمة لا، أنا عمل جنريشن لهاي الكلمة، تمام؟ إنه أول واحدة أنت هذه عبارة عن السيد، هذه جنريتد، تمام؟ وهذه بتدخلها هي تمام مرة في الجيفن عشان تعمل جنريشن لروز 1. يعني أنت عشان تعمل جنريشن لون عملت جيفن روز. يعني لو دخلنا الكلمة يعني بالضبط. نعم، عشان هيك انت بتسميها سيد، هي بتسحب وراك. هذا بايجرامز، تمام؟ نشوف نعمل اكستند للشغلة هذه، انه ممكن انه يعني يكون 3 جرامز او 4 جرامز او 5 جرامز، ممكن نعمل اكستند، ممكن حتى نوصل في بعض الابليكيشن انا مر علي لغاية 7 جرامز، تمام؟ بس الفكرة انه انت ابتعدت عن العشرين والاربعين والشغلات هذه كلها، يعني انه زي هيك. طيب حقيقة كيف؟ بالضبط، ادي له 7 بدي لك بالضبط. وعشان تعمل جنريشن، عشان تعمل هذه الشغلة انه اتريتف، ايش بتسوي؟ تروح تاخذ الجنريتد وبتطير واحده من السبعه وبتاخذ السته عشان تعمل جنريشن للنكست اند سو اون. بالضبط. حكيت هل ال 4 جرامز او ال 5 جرامز او حتى ال 7 جرامز او حتى يعني ال 6 جرامز كافيه انه يعني انه بنقدر نعتبرها انه لانجويج موديل انه بيرفكت؟ لا مش بيرفكت، بتمشي الحال. شو السبب في ذلك؟ انه في عندي في اللانجويج حاجه اسمها لونج ديستانس ديبندنسيز، واخد بالك؟ ايش اللونج ديستانس ديبندنسي؟ انه انت على سبيل المثال شوف لي هذه الجمله: The computers which I had just bought into the machine room on the fifth floor is are crashing. Computers. بالضبط.
لا انت في عندك الجمله احتمالين انه عشان هنا بين قوسين يا اما سينجولار بيكون انت عندك كمبيوتر هذا السيكونس كله از كراشينج او كمبيوترز الاس بيكونش از ار بالضبط حقيقة انا بوصل لك يا سواء از او ار هذه مرتبطه مع مين شايف الديبندنسي مع مين بتاعت مت عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 احنا رجعنا للاشكاليه الاولى انه انا في عندي لونج سيكونس فعشان هيك انه انسفيشنت بس بيمشي الحال بيمشي الحال في كونتكست معين فبالتالي هاي انه انت اديله الثلاث كلمات هدول ممكن يفشل في البريدكشن تبعت هاي انه لانه اصلا هاي مرتبطه بكلمه بعيده هناك بس مش كل شيء لازم نحله بالانجرام يعني دراماتيكالي ممكن نحلها لو في قواعد مفروضه كل اللي في النص هذا اصلا ريميتد ودور وين تكمل في الفيرب يعني كمبيوتر از وين از او وين ار كمل كيف كيف يعني مش هنروح نحل المشكله زي هذا بالانجرام بدنا نطور في الانجرام عشان انا الاقي بقيه الجمله نعم الستراكشر تبع الجمله ماشي عادي شغلته حل بتكنيكس ثانيه مش باللانجوج موديل انا بحكيش ان انا بدي احل الاشكاليه واستخدم لانجوج موديل انا بحكي لك ايش محدوديه ايش الليميتيشنز في اللانجوج موديل انه هي تعتبر انسفيشنت وايش السبب في ذلك انه اللونج ديستانس وهي مثال على ذلك تمام واخد بالك؟ هيك احنا خلصنا جزئية انه الانترودكشن تو انجرام وصرت انت عارف ايش معنات الان ممكن تكون 1 2 3 4 5 6 7 يعني whatever فبالتالي هنا بتحدد انت عندك اللانجوج موديل نيجي الآن لموضوع الاستيميشن كيف بدنا نحسب؟ ايش يعني جرام؟ جرام؟ لا عن جرام كيف؟ يونت لأنه أنت يعني ممكن أنت تيجي تقول 3 جي تمام هذه جي مش 9 تمام وقعد يعني برضو تربطها بال 3 جي تبعت الهاتف الخليوي تمام فبتقول هنا تشارج موديل فانت عندك اليونت عبارة عن كاركترز تمام وقديش السيكونس تبعها 3 فبالتالي بغض النظر عن اليونت وهنا ممكن اجي اقول لك 4 جي تمام لانجوج موديل اللانجوج موديل باي ديفولت اصلا هي وورد ليفل ممكن اذكرها صراحه انه هي وورد ليفل لانجوج موديل فبالتالي هنا اليونت انت عندك او الجرامات تبعتك ان صح التعبير هي عباره عن كلمات قديش عدد اليونتس هنا 4 الداخله في حساب اللانجوج موديل تبعك اما الجرامات تبعت اللي هنا او الوحدات من صح التعبير هي عبارة عن كاركترز تمام واضح يا شباب في اي سؤال تاني برضو انه عادي مصطلحات يعني انتم مش فاميليار معاها انه هي جديدة بالنسبة لكم يعني بس انه كويس انه يكون في عندك الشجاعة الكافية انه انت تسأل عنها طيب نيجي للاستيميشن كيف بدنا نحسب بدنا نحسب بايجرام probability كيف بدنا نحسبها انه البايجرام word i يونيجرام عبارة عن ايش b w i بايوغرام WI given I-1
W I minus واحد. هي عبارة عن إيش؟ count لا تكرار الكلمتين هذول سوا على تكرار كلمة الconditional word. يعني لما أجي أقول لك هذه شغلات متلازمة في اللغة زي مجلس الشعب باب الفصلي بلا ولا شو تدخل في الشغلات هذه تمام هاتف خليل شغلات زي هيك تمام خلينا في باب الفصلي فهلقيت إنه probability تبعت إنه الفصل given that إنه باب هي عبارة عن تكرار باب الفصل قديش إنه تواجدت أنا عندي في الكوربوس على ال probability هذه التنين سوا بدك تعملهم count تشوف كم مرة تكررت على ال probability تبعت الباب أو باب عفوا لوحدة بزم بتقسم count بتعد يعني أنا عندي الكوربس تبعتي 10,000 جملة تمام منهم خلينا نقول 300 ذكر فيها باب الفصل تمام على 1000 ذكر فيها 1000 جملة ذكر فيها الباب فبالتالي انه بتحسب البروبابيليتي لازم تطلع اقل من لازم هاي تطلع اعلى من هاي البروبابيليتي تبعت الباب لحال اقل اكبر من البروبابيليتي تبعت باب الفصل وهذا الاشي شفناه في مثال لما انت تيجي تقول ذا لوحدها ذا كات البروبابيليتي اقل ذا كات ست اقل وهكذا تمام فبالتالي انه هنا اختصار انه الكاونت هنا صار سي بس انه نفس ال هاي مثال طبعا هذه التاكس الباوندريز هذه مهمة جدا لانه انت بدك تقول انه شو احتمال انه الاي تكون في بداية الجملة فلازم هذا التاك يكون موجود تمام هنا I am Sam, Sam I am هنا S معناها sentence وهنا slash S إنه end of sentence وفي مرات ماركر بيكون أنت عندك E O S end of sentence مش end of service تمام Sam I am I don't like green eggs and ham تمام فناخد مثال شو البروبابيليتي تبعت الاي هذه معناها شو البروبابيليتي تبعت الاي given that بداية الجملة انه هي موجودة في بداية الجملة كيف بحسبها البروبابيليتي تبعت الاي كم من مرة تكررت في بداية الجملة على بداية الجملة على عدد الجمل بالضبط فهنا عدد الجمل قديش ثلاثة كم مرة هاي واحد هاي اثنين هنا 367 يبطلع عندك 666 فتعمل راوند لو كانت الاي تكرر الاي لا لا بدايه الجمله لا بحكي هنا given that given that طيب شو البروبابيليتي انه تكون سام في بدايه الجمله واحد على ثلاثة واحد على ثلاثة بالضبط 33 لانه انت عندك يعني انه قديش البروبابيليتي تبعت بدايه الجمله هو عباره عن عدد الجمل ثلاثه هنا في عندك سام ام حتشوف مش بدايه الجمله مش حيكون على ثلاثه هي على اثنين حنشوف بس احنا هلا ماشيين بالترتيب شو البروبابيليتي انه ام تيجي بعد الاي البروبابيليتي تبعت الام given that اي مرتين انا بحكي حسب الكوربس تبعتي هاي الكوربس تبعتي
كوربس الصغير. فهنا I am سام اي ام. اوكي انا بدور في الثالثة قاعد في السطر الطويل هذا. تمام انا ما طلعتش على بداية السطر او مش بداية بغض النظر. هذا انا معناته الكلام انه في واحد انفيزبل ايجا شغل الاير كونديشنر. كيف؟ تمام؟ فاثنين على ثلاثة. ليش اثنين على ثلاثة؟ اللي هو البروبابيلتي تبعت الاي. وين البروبابيلتي تبعت الاي؟ هاي واحد اثنين ثلاثة. تمام؟ طيب سام نهاية الجملة أو إنه نهاية الجملة تيجي إنه given that Sam هاي هاي نعم واحد على اثنين اللي هي البروبابيلتي تبعت سام. سام هاي واحد هاي تنتين حسب تكلم فيها سام لأنه أنت عندك هنا probability إنه نهاية الجملة وسام التنين سوا وينها؟ هذه بس واحد. وكم مرة متكررة؟ مرة واحدة على probability تبعت سام. سام كم مرة متكررة؟ هاي واحد هاي تنتين. لو عكستها بتطلع تمام؟ هاي في أمثلة تانية كتير. سام أم كم مرة سام أربعة الآم أمسى بالضبط given that am إنه اللي قبليها am هي am سام بس واحد على البروبابيلتي اللي تبعت الام اللي هي هاي وهاي اثنين. كيف أنا سمعت خمسة وقول فيش ام وين خمسة 0.5 يمكن هكا do I do given بالضبط I do مرة واحدة بالضبط على على ثلاثة هاي واحد هاي تنتين هاي ثلاثة ثلاثة وثلاثين داكو هذه البروبابيليتي تبعت الاس و جوينت بروبابيليتي وسام الاثنين سوا على البروبابيليتي تبعت السام هذه عدل لي اياها خلاص هذه سام الاثنين سوا هاي مره واحد يبقى واحد على كم مرة تكررت سام هاي واحدة تنتين تمام طيب هجد في عنا هذا مثال هذا عبارة عن تكست من كوربوس طبعا الكوربوس انت عندك حسب الدومين هذا الكوربوس من وين Restaurant Project Sentences Berkeley Restaurant Project Sentences بالضبط فهذه عبارة عن كوربوس من المطاعم كوربوس انه في دومين المطاعم ايش بتلاقي التكست يعني اجت في الوقت المناسب يعني Can you tell me about any good cantons restaurant close by canton restaurant كانتون نوع من الأكل
بسيطة. ريستو مطعم كانتون عمروش مرة عليك. هكذا انت ممكن تعرف كان لا يعني انا يعني انا خايف انه تطلع اشي نفس لا مش سلسلة مطاعم يبدو انه مطعم ديكور مثلا يعني مش عارف ايش هذه كانتون ريستورانت ايجا هذه في فليكر مش عارف أصله يعني زميلك من رواد المطاعم فبالتالي يعني لا ما الشغلات دي مش لازم تفوتوا يعني لازم يعرف. هنا mid priced تاي لاحظ إنه هي lower case food is what I'm looking for mid priced يعني أسعار وسط تاي food بالضبط أكل تايلندي is what I'm looking for. لاحظ التركيب اللغوية إنه is what I'm looking I'm looking for mid price Thai food. وأنت غيرت الأوردر تبعها mid price Thai food is what I'm looking for. تمام؟ Tell me about Shay Venice. لا لا هذه مش cheese هذه شيء يعني تيجي في اللغات اللاتينية إنه معناها بيت يعني زي لا مش طبيخ بيت يعني زي بيت بيت البيت البيتزا يعني بيت البيتزا يعني بيت الطابون شغلات زي هيك بالضبط. اوكي نكتفي بهذا القدر. هاجيت احنا لا انا زي ما عملت هي مقلب هيني عملت هيك مقلب. انا بقول نكتفي بهذا القدر بخصوص الاكل بخصوص الريستوران مش المحاضرة. تمام هاجيت احنا نحسب دايجرام شو نسوي بنروح نعمل جدول زي هيك بتروح بتحط هاي الكلمات الفوكابلري تبعتك ما زبطش اللاين زي هيك وهنا بتحطه زي هيك وبتروح انه بتحط انه هادي انه عبارة عن البروبابيليتي انه اي واي هي عبارة عن البروبابيليتي تبعت الاي تمام وهنا اي وونت هنا البروبابيليتي تبعت الوونت جيفن اي عددها في الكور تبعها هذه البروبابيليتي تبعت كلمه تو لوحدها هذه 1 2 عفوا البروبابيليتي تبعت تو لوحدها اربعه بالضبط هذه الخمسه البروبابيليتي تبعت الاي لوحدها بالضبط كيف ليش صفر هذه الأصل تكون ورا بعض هذه رو بايجرام يعني ورا بعض بايجرام نعم بايجرام يعني آي آي يجي ورا بعض صحيح آي 1 ورا بعض بالضبط احنا بنحكي على آي 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 يمكن الرقم ترقيم هو قصده زي ما كنت أول إشي إنه آي آي كلمة آي آي بايجرام ورا بعض مش آي آي بس انتهينا عددهم قصده هذه رو كاونتس تمام
عشان هيك انه انت عندك زيرو زيرو كاونت، انت عندك هنا 900 9222 سنتنس. فبالتالي 1 1 ورا بعض مزبوط مزبوط كلامك صحيح صحيح مزبوط كلامك. لا هذا مش هذه بايجرام، هنا 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 جدول جدول اليونيجرامز موجود لحال انه احنا عملنا لها نورماليز. مش احنا هنا كنا نعمل ايش نسوي؟ هنا كنا نعمل انه البروبابيليتي تبعت انه دو جيفن اي، انه هنا بدنا نحسب البروبابيليتي تبعت الاي هي 3، هذه الاي يونيجرام تمام. فهذه هي محطوطه في جدول لحال هنا، وهنا دخلناها في الحسبه. هذه رو دايجرام كاونت، بس انه كاونت انه يعني عد قديش انه الاي اي تكررت مره، قديش انه الاي وانت بالضبط وانت وانت زيرو تايمز تمام. زي هيك. فانت هيك بتحسب فريكوانسيز. هنا لو بدك تحسب الاي لوحدها، هنا الاي لوحدها، هنا الوانت لوحدها، هنا التو لوحدها، هذه لازم عمروش بيكون زيرو، مستحيل يكون زيرو بالضبط. هجت لو احنا عملنا نورمالايز، نورمالايز باستخدام نفس هذا القانون، هاي هذا القانون للبايجرامز، ايش حيصير؟ حيطلع انت عندك هذا الجدول. فبالتالي انه الاي اي قديش البروبابيلتي 002، اي وانت اعلى 33، هذه تقدر تعتبرها انه بروبابيلتي عاليه، انه يكون عندك البروبابيلتي 33 3 من 10. انت ممكن 3 من 10 انت تعتبر انه فوق ال 0.5 انه 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 احتمال كبير، لا 33 انه يعتبر احتمال كبير بالنسبه ل 9000 سنتنس. نعم اللي اعلى منها على حاجه قديش؟ قديش قيمه؟ 66 بالضبط، لانه ممكن تيجي عندك they want I want he wants، لكن want to بتيجي دائما انه بعد want to اريد ان بالضبط. هذه الموست بروبابل. اوكي طيب لو بدنا نيجي انه هاي بداية الجملة وهذه نهايتها، وهنا I want English food، باجي بحسبها نفس النظام انه الاي في بداية الجملة want given I English given want food given English نهاية الجملة given food، ايش بتعطي؟ 0004031. هنا بتدي لك indication English given want، Chinese given want. في حدا بدور على أكل الإنجليز؟ في حدا بدور على أكل الصيني؟ مطلوب، مطاعم صينية مطلوبة فعليا. فبالتالي هاي فعليا knowledge، إنه أنت تشوف إنه هذه المطاعم مطلوبة أكثر من هذه المطاعم، إنه زي هيك. هنا want two اللي هي two given want هي 66 أعلى probability. هنا to eat أو عفوا eat to food to هذه zero عمرها تكررت إنه بهذا sequence. want to spend zero. I في نهاية الجملة عفوا هذه في بداية الجملة قديش؟ 25 بالضبط، إنه عرفا أنت بتيجي تحكي I زي هيك. طيب احنا لو ندخل في جوجل انجرام، اوكي خلي هذا البوينت اللي هي موضوع انه ندخل اللوج على البروبابيليتي، وليش احنا بندخل اللوج على البروبابيليتي تمام. هيا نتوقف هنا وبنكمل المحاضره الجايه ان شاء الله.